ينضم إلينا هاتفيا من تونس السيد عادل البسليمي الناشط السياسي. أستاذ عادل، الاقتصاد التونسي كان هو الضحية الكبرى في إجراءات يعني غير متماسكة ربما في طوال السنوات الماضية. لماذا لم نرى أي تحرك من جهات اقتصادية مختلفة كثيرة؟ يعني نرى اليوم تحرك من الاتحاد التونسي للشغل، لكن طوال السنوات الماضية لم نرى تحركا من جمعيات رجال الأعمال كي يحسنوا وضعهم الاقتصادي أو كي يساهموا في إنجاح الاقتصاد. لماذا لم نرى هذا المشهد؟ هذا المشهد غائب على الساحة السياسية وعلى الاقتصاد التونسي بصفة عامة، نظرا للتعرض اللي تعرض عليه رجال الأعمال للابتزاز. اي رجل اعمال يقوم باي مبادره ولا اي حزب يقوم بمبادره في تونس يصبح منهك، يصبح منهك للمسلمين، يصبح مهدد بالسجن. وهذه ديجا رينا نحن حتى في الاعلام، احنا رينا معناها السيد نبيل القروي قبل كي يتكلم على النهضه اصبح في الحبس، مع انه هو بيدو معناها انسان عنده شبهات فساد، يوضع في خانه الاعداء مباشره يعني طبيعي. معناها هنا حتى الاعلام، حتى المؤسسات الاعلاميه، اذا انسان جبد حركه النهضه وحركه الاخوان معناها بسوء يصبح مهدد بالسجن. ونحن في تونس اصبحت معناها الامور القضائيه خاصه معناها دواليب الدوله الكل اصبحت في يد الاخوان. هنا معناها كنا ننتظر انه رجعه تكون، رجعه هذه تكون من اعلى سلطه في الهرم. احنا انتخبنا السيد قيس سعيد لا لشيء، انه انسان نظيف، انسان لا يخاف لا حاجته بالسلطة، لا إنسان معناها طالب أنه يكون في قصر كارتاج. احنا متأكدين أنه السيد الرئيس يتمنى يكون في منزله ما يكونش في قصر كارتاج، لذلك الشعب التونسي الكل وراه. واحنا رينا الهبة اللي بعد خطاب التاريخي نتاع السيد رئيس الجمهورية، الشعب التونسي الكل خرج للشارع، النهضة ما لقاتش حتى القواعد نتاعها الرسمية ما لقاتهاش. وهنا هذه الكل لأنه التونسي فت من الابتزاز، فت من السرقة، فت من الاقتصاد اللي هو اصبح التونسي عايش في خساسه. التونسي اصبح عايش في خساسه، التونسي في تونس معناها احواله ولات مترديه، معناها ولينا نحن حتى العيش الكريم ما عادش قادرين عليه. ناس ولات معناها بمذله عايشين في وسط بلادنا بمذله. هذا اللي خلانا معناها باش نطولوا ضد الحكم تاع الاخوان اللي مالينا منه حتى خير وحتى فائده. والحمد لله انه السيد الرئيس نحن الغمه هذه على قلوبنا وعلى قلوب التوانسه الكل، وان شاء الله يكمل معناها يحاسبهم محاسبه تامه. ان شاء الله بعد هذه الانفراجه نجد شيئا مختلفا، لكن هل تعتقد كناشط سياسي ان رجال الاعمال سيقوموا بدور ما في مسانده قرارات الرئيس قيس سعيد بالعمل على الارض في تخفيف هذا الاحتقان الاقتصادي على الاقل؟ رجال الاعمال ملزمين، ملزمين انهم باش يشوفوا حلول، لانه رجال الاعمال هم عايشين معنا في نفس البلد. لهل لي تونس معناها استنشقوا الهواء نتاعها، شربوا من الماء نتاعها، كلاوا من الخيرات نتاعها، عملوا اسامي الخير نتاع تونس، توا جاهم الوقت انهم يلزمهم يردوا الخير هذا لبلادهم، وما عندهمش حتى مزية، وحتى واحد ما عنده مزية على بلاده. معناها احنا نراو ناس تحارب على بلادها وتموت على بلادها وما تتاسفش. خلي نحن كرجال اعمال باش نقوموا شويه تضحيات، ما فيها حتى مشكل معناها، لانه الشعب سيء، هما ديجا يشوفوا في الاحوال نتاع الشعب، والناس الكل كانت تنتظر معناها الشيء هذا باش يصير. الحمد لله، الحمد لله انه الشيء هذا صار بطريقه سلميه، اللي هو يرجع بالمنفعه لرجال الاعمال، لانه لو كان صار بطريقه معناها عشوائيه كما صار في عديد البلدان، كما ليبيا ولا كما سوريا ولا عديد البلدان، كانت معناها بلادنا تضر. نحن اقتصادنا وقتها ما عادش ثم اقتصاد سمنه، ما عادش ثم حتى عمله. معناها هنا هذا كله باش يرجع بالمنظر على رجال الاعمال، هما معناها هنا يلزمهم يحمدوا ربي ويشكروا، يشكروا الله انه الثوره هذه الثوره السلميه تعدات، عدها رئيس الجمهوريه. وهذه الاجراءات استاذ عادل ايضا الخاصه بمكافحه كورونا ربما تخفف من الاعباء الحديثه على الناس الان، يعني هناك عدد كبير من الجرعات وصل الى تونس وسيزداد في الفتره المقبله، هناك معونات مغربيه كويتيه مصريه وما الى ذلك تذهب الى تونس تباعا للتخفيف من هذه الازمه، اذا هناك انفراجات تحدث بالتدريج وهذا هو المهم. اكيد اكيد احنا متاكدين انه الاخوان في مصر معناها الرئيس عبد الفتاح السيسي احنا متاكدين منه انه باش يقف مع تونس، كما متاكدين من رئيسنا والدوله الشقيقه اللي هي اختنا الكبرى معناها الجزائر،
انها ماهيش باش تخلي من تونس بتخلي لتونس، المغرب كيف كيف، عديد الدول الاوروبيه كيف كيف، خاصه عديد الدول الاوروبيه، لانه الدول الاوروبيه ما في شك انه ما يساعدهمش انه تصير اشكاليات في تونس، لانه نحن في الثوره نتاعنا في ظرف ثلاثه ايام لقاو 25,000 تونسي معناها وصلوا للحدود الاوروبيه. لو كان بتصير فينا مشكله نحن مثلا حرب اهليه ولا كذا، معناها هما المضر الوحيد، برسك اوروبا المضر الوحيد. نعم. معنا حتى متنفس نحن من هنا كان اوروبا، وهنا باش يولي معناها عندهم عبء ثقيل، معناها هما هنا يلزمهم هما بيدهم يقوموا بمساعده الدوله التونسيه، لان نحن في وضع معناها وضع معناها كارثي بالنسبه لنا نحن خاصه. نعم. صحيا. معناها يلزم تكون الدول هذه معناها تمد لنا يد المساعده خاصه في الوقت هذا. نحن ديجا قبل ما قلنا معنا وقفنا مع عديد الدول حتى الاوروبيه حتى من ايطاليا، احنا انتم تشوف الفتره الصعيبه اللي تعرف بها ايطاليا ان كنا معها يد بيد، حتى من معناها الطاقم الطبي بعثنا كل شيء. اليوم ستصل معدات طبيه من مارسيليا في فرنسا، وفي انتظار مستشفيات ميدانيه مغربيه ايضا. على اي حال اشكرك ضيفنا من تونس السيد عادل البوسليمي الناشط السياسي.